محبي قناة قصة بطل، مرحبا بكم. بدون مقدمات طويلة، اليوم قررنا نرجعوا بالفقرة اللي كتعجبكم كاملين، فقرة الأهداف. اختارينا هاد المرة أفضل 5 أهداف سجلهم المحترفين المغاربة في دوري أبطال أوروبا. وباش نعطيو نكهة خاصة لهاد المقطع، قلبنا على 3 أهداف قديمة وقليل اللي عاقل عليها، وجوج اللي بقاو تسجلوا في هاد السنة وغيكونوا مفاجأة. ما غنطولش عليكم أكثر وغندخلوا في الموضوع مباشرة، لكن كنتمنى تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك معنا في القناة. ما بقى والو ونوصلوا ل 200,000 مشترك. ودابا نبداو على بركة الله. البداية غادي تكون مع الهداف التاريخي الثاني للمنتخب، صلاح الدين باصير. هذا البطل دوز فترة ممتازة مع نادي ديبورتيفو لا كورونيا، بداية من عام 1997. 4 مواسم عاش فهاد النادي، وفاز بالدوري الإسباني موسم 1999-2000، وسجل أهداف جميلة في لا ليغا، لكن ما قدرش لعب في دوري أبطال أوروبا مع ديبورتيفو بسبب واحد الفترة طويلة كان غاب فيها بسبب المرض. لكن من بعد ما انتقل إلى نادي ليل الفرنسي في صيف 2001 غيقدر هاد المرة يشارك في هاد المنافسة الأوروبية. وبالمناسبة صديقنا وحيد خليل وزيت كان هو مدرب هاد الفريق الفرنسي، وهو اللي أصر على التوقيع معاه. المهم باصير ماشي غير غيشارك في دوري الأبطال، بل غيخلي البصمة ديالو بهدف جميل وأنيق. المناسبة الجولة الرابعة من دور المجموعات، نادي ليل الفرنسي امام اولمبياكوس، تاريخ يوم 17 اكتوبر سنة 2001. صلاح الدين غادي يدخل في الدقيقة الخامسة مكان المصاب بكاري. تفاصيل الهدف كالتالي: توصل بالكرة بالقرب من منتصف الملعب في الجهة اليسرى، انطلق الى الامام بسرعة كبيرة، وتوغل بعدها لمنطقة الجزاء، وهم المدافع بانه غادي يسدد، وراوغو عكس مسار الجسد ديالو بطريقة رائعة، واختم الكرة في الشباك بإنهاء جميل. وهذا كان واحد من أفضل الأهداف المغربية في دوري أبطال أوروبا. صاحب الهدف الثاني هو الأسطورة والقائد نور الدين نيبت. وبين قوسين ماشي كنبغي نطول عليكم، بل كل هدف كنبغي نستغلو باش نتعرفوا ولو بخلاصة على لاعبين قدماء. هاد البطل من بعد ما انتقل من نادي لشبونة إلى نادي ديبورتيفو لا كورونيا سنة 1996 قدر يحقق نجاحات كبيرة: الفوز بالدوري الإسباني سنة 2000، وكأس إسبانيا مرتين، والسوبر كذلك مرتين. المهم 8 سنوات كان فيها واحد من أفضل المدافعين في العالم. لكن رغم أنه كان مدافع، إلا أنه سجل أهداف كثيرة طيلة مسيرته الكروية، ومن بينهم الهدف اللي اختاريناه باش يكون في هذا المقطع. لمناسبة الجولة الثانية من دور المجموعات، ديبورتيفو ضد مانشستر يونايتد سنة 2001. مقابلة كانت معقدة جدا أمام خصم متعود على هذه المنافسة بمدربهم الخبير فيرغسون. المهم المباراة كانت غادية في طريق التعادل، بحيث حتى الدقيقة 88 النتيجة كانت تشير إلى التعادل 1-1، ولكن فجأة تغير كل شيء. اللاعب دييغو توغل من الجهة اليسرى وقدم عرضية دقيقة. في الوضع الطبيعي كان خاص يستلم هاد التمريرة أحد المهاجمين، ولكن في الواقع نور الدين نيبت هو اللي طلب الكرة بالصعود إلى الأمام بشكل سريع، والتموقع بأحسن صورة، والتسديد بشكل قوي ومؤطر في الزاوية اليسرى، ما خلى حتى شي فرصة للحارس أنه يتصدى لها. هدف قاتل في الدقيقة 89 تفاعل معه الجمهور بشكل هستيري، لأن الهدف كان مهم في التأهل من دور المجموعات. Ganó el Depor este partido una vez más. Al final llegó Naibet para conseguir el 2-1. دابا غادي ندوزو للهدف الثالث اللي سجلو مدرب المنتخب الأولمبي الجديد طارق سكيتيوي. هدف رائع على طريقة مارادونا. اللي ما كيعرفش سكيتيوي مزيان كلاعب، فهو خريج مدرسة المغرب الفاسي، لكن سنة 1997 بدا الرحلة ديالو في أوروبا ولعب مع أندية كثيرة سواء في فرنسا، البرتغال وهولندا. المهم سنة 2006 غيلتحق بنادي بورتو البرتغالي، واللي معهم غادي يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، وغيقدم مباراة
مباراية كبيرة أنذاك، لكن أهم مباراة كانت يوم 6 من شهر نوفمبر من عام 2007 اللي غيسجل فيها هدف خرافي بمعنى الكلمة. المناسبة الجولة الرابعة من دور المجموعات، بورتو ضد مارسيليا بالبرتغال. المقابلة كانت عندها أهمية كبيرة، بحيث الفوز في هذا اللقاء يعني الاقتراب من التأهل إلى دور الثمون. المهم في الدقيقة 27 طارق غادي يستلم الكرة من منتصف الملعب في الجهة اليمنى، جاوز مدافعين في البداية بسرعة كبيرة، بعدها دخل بشكل عرضي لقلب الملعب وراوغ من جديد لاعبين في دقة واحدة بطريقة رائعة جدا، ونجح بعدها كذلك في مراوغة الحارس باش يلقى راسو أمام مرمى فارغة ويسجل هدف خرافي سيظل محفورا في ذاكرة المغاربة والعالم ككل من صاحب الرقم 17 طارق سكيتيوي. دابا وصلنا للهدف الرابع، تحفة فنية يرسمها الفنان إسماعيل سيباري. صراحة ما قدرتش نأجل الحديث على هذا الهدف، يكفي أنه ما خداش حقه من الإعلام الأوروبي، لذلك ضروري ما يكون في أول حلقة من فقرة الأهداف الأوروبية. المهم إسماعيل جاز على الصبر ديالو والجدية في الخدمة بالمشاركة لأول مرة في دوري الأبطال في هذا الموسم الحالي. ماشي هادشي فقط، بل غيكون مؤثر وفعال في هذه المنافسة وغيخلي البصمة ديالو بهدف غاية في الروعة. تاريخ يوم 29 نوفمبر من السنة الحالية، المكان ملعب نادي إشبيلية، والمناسبة الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات. الدقيقة 67 إشبيلية كان متقدم بهدفين نظيفين في وضعية معقدة جدا على بي اس في أيدهوفن. فهالظروف المستحيل يقدر يتحقق، ولكن غادي يخصك لاعب أو بطل منقذ. هذا البطل هو إسماعيل سيباري اللي دخل كبديل في الدقيقة 58. فبعد 10 دقائق فقط من دخوله غتوصلو كرة عرضية من الجهة اليسرى في منطقة الجزاء. صراحة الهدف لا يحتاج إلى وصف، شاهدوه فقط ودير في بالك بأن احتمال تسجيل هذا الهدف كانت 25% فقط. ما كان جوردان تيزي من إدراك التعادل في الدقيقة 5 هدف والعروة. ختامها مسك بهدف إبراهيم دياز. هذا البطل عنده أهداف مهمة في تشامبيونز ليج رفقة ميلان سابقا، لكن الهدف اللي غنهضروا عليه اليوم كيبقى استثنائي وقليل بزاف فاش كنشوفه بحاله، والأهم أنه غادي يوضح لنا الإضافة الكبيرة اللي غيعطي إبراهيم في المنتخب إن شاء الله. كمعلومة فدياز لعب 24 مقابلة في دوري الأبطال، سجل هدفين بقميص الميلان ضد ليفربول وتوتنهام، وهدفين هذا الموسم مع مدريد. ودابا ندوزو مباشرة لهذه التحفة الفنية. يوم 13 فبراير في ألمانيا، ريال مدريد ضد لايبزيغ. قبل الهدف الفريق الألماني كان كيلعب بشكل أفضل وضاغطين بقوة، شيء اللي خلى مدريد يدخلوا في حالة شك، فلم يكن أمام الأبيض الملكي إلا وضعية فردية ومجهود شخصي من موهبة كإبراهيم. لذلك في الدقيقة 48 كارفاخال يمرر الكرة في الجهة اليمنى إلى إبراهيم. هذا الأخير استلم الكرة بطريقة جيدة وغير حركة الجسد ديالو بشكل سريع بالدوران في البداية والتخلص من رقابة الظهير، وكمل طريقه نحو المرمى بشكل فردي. الباقية كنعرفوها كاملين، هدف خرافي من الزاوية البعيدة. إذن هادو هما الأهداف اللي اختارينا لكم في هذا المقطع اللي كيتعتبر الجزء الأول، لذلك بغينا نعرفو شكون اللي تبغيو نديرو الأهداف ديالو في الجزء الثاني. وشكرا لكم محبي قصة بطل على المشاهدة. منير يحييكم، إلى اللقاء.